بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى حلقاتي للصف السادس ثانوي ثانوية عامة بإذن الله. هبدأ مشوار كبير معاكم ومبروك مبسوط. هنبدأ من الوحدة الأولى، هنبدأ بالراحة كده على مهلنا خالص. الناس فاكرين ان الثانوية العامة سنة صعبة، لكن هي سهلة جدا، بس عايزة شوية تركيز ومذاكرة. نبدأ الوحدة الأولى، فوكابولاري أو كي فوكابولاري. أنونس يعلن عن خبر أو يذيع خبر. بالانس اتزان أو توازن. بلاتين متوازن. بيز تحيز. بيز تحيز أو تخريب تحامل، بس هي تحيز أهم من الكلمات دي. بريتشيت، احنا عندنا صحيفتين من الصحف، صحيفة وطنية قومية زي الأهرام والأخبار والجمهورية، فدي بنسميها بروتشيت. إنما الصحيفة التانية هي صحيفة صفراء، اللي هي بتبقى زي مثلا صحف بتذيع لناس مشهورين، بتبقى صحيفة زي مثلا أنباء حلوان، يعني صحيفة داخلية، فطبعا بيبقى ليها برضو أهمية. فإحنا بنقول بروتشيت صحيفة رسمية، اللي هي زي الأهرام والأخبار الجمهورية. كاجواليتي خسارة أو حالة وفاة. تشيت غشاش أو غش. سيتيزن جورناليزم، اللي هي صحافة المواطن. كلاين يزعم يدعي. كوبن سلان يعود. وكونفكت مسجون أو مذنب. ديمون يتطلب أو ديمون. إنكوريت غير دقيق، ماشي، أو إنأكوريت غير دقيق. incident واقع أو حادثة. وinvestigate يحقق فيه، زي مثلا لما يكون في الشارع فيه خناقة فبفتح الشباك وأشوف إيه اللي بيحصل، فنسميه investigate. investigator هو محقق. طيب دي الجزء الأولاني، ندخل على الجزء الثاني. الكيبورد بابلاري، طبعا انا بدي الفوكاب وبعدين ادي جمل، واهم جمل ياريت نركز كويس قوي قوي، لان الحلقه دي حلقه مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل. طيب مثلت يخدع او يضلل يعني. مثلدينج مضلل او تضليل، زي بالظبط لما واحد بيسأل واحد المحل فين، راح يشتري حاجة، فممكن يدلله وما يقولوش الطريق الصحيح. نوزي فضولي متطفل، زي كده بالظبط الصحفي لما عايز يشتهر فبيضطر ان هو يبقى فضولي او متطفل ويعرف اسرار معينة عشان ينشرها وبالتالي بيشتهر. أكور يحدث. أميشن الحذف. أمت يحذف. براكيسي القرصنة. بريتت محترق مقرصن. يعني إيه بريت؟ اللي هو الناس مثلا بيخترق كمبيوتر وبيخترق الشركات
عشان حاجة معينة. placement وضع في مكان معين، و point of view اللي هي وجهة نظر بتساوي opinion. بيون يدمر ويخرب، وممكن أقول بيون يعني البقايا زي مثلا الآثار، ممكن يبقى في بقايا من الآثار في البحر مثلا. طيب شك يرجم أو صدمة، زي ما واحد مثلا يقول لي في حالة وفاة أو حاجة بس صدمة، بيحصل لي شك. شك ده مصدوم. وسبين طبعا كلنا عارفين كلمة سبين يعني يحوم، يعني يحوم حول نفسه. طب في سبين يحوم حول نفسه، وأوربت يحوم حوالين الشيء، لكن هنا جاية بمعنى سبين بمعنى يقنع أو بتزيين الكلام. يعني مثلا الطفل لما بيحب ياخد حاجة من أبوه أو من أمه فبيعمل سبين، اللي هو بيحاول يقنع بتزيين الكلام، النبي يا ماما والنبي يا بابا كده بتحاول يعني. سبين ممكن بمعنى تلفيق، تلفق تهمة حد أو زي الأمور. وقلنا تابلت صحيفة صفراء، وقلنا دي بتستخدم في صحف الصفراء اللي هي صحيفة داخلية وليس مثلا زي الأهرام والأخبار الجمهورية، وبنقول صحيفة داخلية مثلا واحد عايز ينزل إعلان عشان يشتهر، وبالتالي بيستخدم الصحيفة اللي هي تابلت. مثلا حد في مثلا في مدينة معينة عايز يشتهر فبينزل ينزل إعلانات على صحيفته عشان يشتهر، فبنقول بيستخدم فور فيمس بيرسونز. طيب with bated breath بفارغ الصبر أو بالحفاظ. ندخل على المجموعة الثانية من الكلمات. ماشي، الورقة دي شوية مصورها فمعلش. access حق الدخول أو صلاحية الاستخدام. affairs أحداث شؤون. affairs أحداث أو شؤون. analysis تحليل. analysis تحليل. apprenticeship apprenticeship تدريب مهني. وكلنا عارفين ان كلمه apprenticeship او apprenticeship عموما سبتمبر عشان كنت دارس شكسبير. apprenticeship اللي هو صبي، اللي هو البلي يعني صبي. apprenticeship تدريب مهني. طب authority السلطه. و behave يتصرف أو يسلك سلوك معين. بلوك وكلنا عارفين في النت أو في الفيسبوك ممكن أعمل بلوك لزميل أو واحد مش عايزه فبنقول أو صديق فبعمل بلوك يسد أو يحجب. طيب برين ستور عصف ذهني. برين ستور عصف ذهني أو استثير التفكير، زي ما أديك مثلا شوية أسئلة وأشغلك دماغك شوية فبنسميها برين ستورم. سيلبريتي الشهرة أو شخص مشهور. سيرتين معين محدد. كونسنت ثابت مستمر. وكونتنت المحتوى، زي مثلا يونت 1 يونت 2 يونت 3 محتوى الكتاب اللي هي أفتيت مثلا عن الكلام عن أفتيت. كوبرايت حق النشر. يعني كوبرايت يعني بنقول لما أنا أخذ فيديو بتاع واحد مش بتاعي وبنزله على اليوتيوب، وبالتالي ده اللي يسميه أنا عملت إيه، خدت حاجة مش بتاعتي، وبالتالي في بيطالبني بحق النشر. حق النشر إن الفيديو ده مش ملكي وليس من حقي اللي انشر فيديو مش بتاعي، فبنسميه كوبرايت. طيب كريمينال مجرم اجرامي.
ساكن ضرر أو يقود ضرر. إحنا عارفين كلمة مشروع، كلمة ريسايكل يعني إعادة تدوير، يبقى سايكل يعني دورة. تمام. ديس قاتل موت، جاي من كلمة ديس اللي هو موت يعني ديس. ندخل على المجموعة الثانية من الكلمات ونقول objective يعني هدف، موضوعي منطقي. كلنا عارفين كلمة subject يعني الفاعل، و object المفعول، لكن هي جاية بمعنى موضوعي. reduce يقنع، reduce يقنع، و reduce يقنع. punishment عقاب، وبانش يعني عاقب، وبانش يعني عاقب، وبانشمنت يعني عقاب. طيب كوت اقتباس يقتبس، ريكواير يتطلب او يستلزم، ريسبونسبيلتي المسؤولية، ريسبونسبيلتي المسؤولية. ريستيت يعيد صياغة، ريستيت يعيد صياغة. روت طريق او مسار، طريق أو مسار. وكلنا عارفين كلمة way يعني طريق أو طريقة، وهنا route يعني طريق أو مسار. ماشي. security الأمن، essential مسير. ماشي. اللي هي sensational سوري. slang اللي هي اللغة العامية، زي مثلا اللغة اللي احنا بنتكلم بيها. وفي لغة القرآن دي هي أعلى لغة، لكن أدنى لغة هي اللغة العامية اللي احنا بنتكلم بيها حاليا، لكن اللغة الأصلية هي لغة القرآن ودي أعلى لغة، لكن سلانج أدنى لغة. سلايد ينزلق يتزحلق، وسلايد يعني شريحة، سلايد يعني شريحة. سورس مصدر، سبويل يفسد، سبويل يفسد. طيب نيجي نتكلم على المجموعة الرابعة من الكلمات الهامة، زي ديجيتال. ديجيتال يعني رقم، ديجيتال يعني رقم. ايفنت حدث، فاكتوال حقيقي، فاكتوال حقيقي. فاينانشال مالي، وفورمال سابق. جرامبي متذمر متأثر. هايلايت الجزء الأبرز، الهايلايت يعني مثلا أكون بعمل مثلا كومنت على حاجة، ماشي، هو الكومنت ده ذو أهمية فبيبقى هايلايت. الليجال غير قانوني، الليجال غير قانوني. وانكلودينج يتضمن أو بما في ذلك. انتلكتوال عقلي أو تفكيري، انتلكتوال عقلي أو تفكيري. ليك يتسرب، زي مثلا لما سفينة يحصل لها شيبريك أو كسر في السفينة يحصل كلمة ليك. ماشي. ليك يبقى قلنا ليك خلاص يعني تسريب أو حاجة انسقط يعني. لكشر محاضرة، لونج اويتد طال الانتظار. منشن يذكر أو يذكر شيء، منشن أو يقول شيء. سوشيال اجتماعي، زي سوشيال اللي هو المواقع المواقع اللي هي زي النت مثلا، فبنسميها سوشيال ميديا. طيب هنيجي للمجموعة الأخيرة تقريبا،
ستيت يعني يذكر أو يقول ستريس اللي هي ضغط الحياة أو وطأة الحياة أو الإجهاد عموما يعني. ستريست مجهد مجهد يعني مضغوط و ستريسفول مرهق ستريسفول مرهق. ستريكت صارم أو حازم ستريكت صادم أو حازم. و سمرايز سمرايز تلخيص أو ملخص بس يعني. سبورت يدعم ماشي أو دعم سيرفي بحث استطلاع أو يجري بحث استطلاع. سانت سانك سانك فولي بس يعني. سانك فولي سوري سانك فولي اللي هو بفضل الله سانك فولي بفضل الله زي سانك وفولي يبقى سانك شكر بفضل يبقى بفضل الله. تريني متدرب تريني متدرب. وتراب اللي يوقع بي او يحبس او ينفخ يعني. ابديت يعني ابديت تحديث للشيء مثلا زي ما بعمل ابديت للابس الايميل على الموبايل بعمل ابديت. اب تو اب تو ديت حديث اب تو ديت يعني الحديث. وفوليت يخالف او ينتهي فوليت يخالف او ينتهي. طيب دي المرحله الاولى الكلمات الفوكابلري وهنبتدي نعمل عليها اكسرسايز هامه جدا وهمشي بالراحه خالص على مهلنا علشان خاطر الجمل دي بتيجي في الامتحانات ومهمه جدا. طبعا انا اسهلها لكم على الاخر فاقول لكم لو لقيت حاجه تحط حاجه حتى لو انت مش شاطر في الانجليش ماشي هنسهلها بطريقه سهلة. نبدا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. اهم جمل ودايما الجمل دي اغلبيتها بتيجي في الامتحانات على الوحده الاولى من الثانويه العامه. اول جمله بتقول the most recent major not was an explosion at an oil refiner. طب انا الجمله دي قدامي اهي ابص على الكلمه اللي هي ممكن تقربني للاجابه يعني عندي كلمه explosion انفجار. دايما لما بلاقي انفجار بعرف ان في حادثه مش كده. طب كده يبقى عرفنا خلاص عرفنا الاجابه تقريبا ممكن انت تقولوها دلوقتي اللي هي ايوه انا سامعها incident. يبقى الاجابه دي incident اللي هي حادثه. اقول الجمله تاني the most recent major incident was an explosion at an oil refinery. يعني كان في حادثه في معمل تكرير بترول لان كان في explosion انفجار. هنيجي للجمله الثانيه false news. طب اخبار او خبر خاطئ. انت كده عرفت الاجابه خبر خاطئ او طبعا نيوز يعني خبر فهنقول اخبار. فولز نيوز اخبار خاطئه او كاذبه. اون سوشيال ميديا على السوشيال ميديا ايم تهدف تو الاجابه مسلد يعني تضليل public opinion الراي العام. نتوقف شوية معلش عشان الأذان بعدين نرجع تاني.
نكمل الجملة رقم 3 بتقول I think أعتقد not against women no longer exist. طب أنا هبص على كلمة توصلني للإجابة اللي هي against ضد السيدات against women. يبقى صح كده، يبقى الانحياز ضد المرأة، يبقى بيز الإجابة بيز اللي هو الانحياز. ماشي، يبقى I think bees against women a woman no longer exist. Number 4 هي usually not stories قصص. فبنقول رقم 4 هي usually not stories. طب كلمة stories ليه قصص؟ ايه بقى؟ نكمل كده about عن his generosity. In fact he is a misser. مثلا يعني خداع، فهو بيعمل ايه؟ ايوه بيعمل قصص مقنعة. ماشي، يبقى هي usually spins stories بيعمل قصص مخدعة أو مقنعة، قصص مقنعة about his generosity. هنجيله in fact he is a misser. Number 5 my team has scored a not for goal victory. طب انا دلوقتي عايز اطلع كلمة توصلني للاجابة الصحيحة. طب انا عندي كلمة sensational اللي هو مثير، ودي تمشي مع اهداف مثيرة، يبقى اقول my team فريقي has scored a sensational for goal victory اهداف مثيرة. طيب نتوقف هنا ونكمل. تمام، تعالي ندخل على الجملة رقم 6 بتقول The village was completely by the floods. طب انا دلوقتي عايز ادور على كلمة تخليني اجيب الاجابة الصحيحة. طب انا عندي كلمة floods يعني ايه؟ ها برافو، طوفان. طب الطوفان بتاع المية، لان مثلا بيحصل مثلا طوفان للنيل، من زمان كان بيحصل طوفان للنيل، ها وبعد كده عملنا السد اللي هو السد العالي. فهنا كلمة طوفان يعني معناتها بيدمر، فانتوا جبتوا الإجابة أكيد صحيحة. ها يبقى رينيود، رينيود اللي هو ايه؟ ها دمرة. يبقى the village القرية was completely كاملة دمرت رينيود by the floods بواسطة الطوفان. رقم 7 I didn't see the loner slips. طبعا كلنا عارفين كلمة loner slips لخسوف القمر. It's not late at night. حدثت ليلا. طيب انا عايز حاجة بقى توصلني الإجابة الصحيحة. دايما نقول loner slips لخسوف القمر يحدث، فانت وصلت متهيألي الإجابة الصحيحة هي occurred. يبقى أقول occurred يعني حدثت، اللي هي إجابة C. أولا الإجابة نقول جملة تاني I didn't see the loner sleeps it occurred
حدثت ليت متأخرا ات نايت. نيجي للجملة رقم 8. My sister أختي is a تكون ايه؟ She easily بسهولة يعني gets تحصل على what she wants ما تريده from her father. يبقى أختي عندها حتة الإقناع إن بسهولة تحصل على اللي هي عايزاه من بابا. طب كلمة هنا بنقول بقى ها الإجابة إيه؟ صح يا انتوا عارفين طبعا كلمة بير سيرف. يبقى ماي سيستر عندها حتة الإقناع اللي هي بير سيرف. يبقى ماي سيستر إز بير سيرف. بير سيرف اللي هي الإجابة دي. بير سيرف اللي هي عندها حتة الإقناع. She easily gets what she wants from her father. بتاخد أي حاجة عايزاها من باباها بسهولة. طيب نيجي للجملة اللي بعديها اللي هي رقم 9. When I hear the noise عندما سمعت ضوضاء in the street في الشارع. سمعت ضوضاء في الشارع. I opened the window فتحت الشباك and looked out ونظرت to a ها to a. عرفت الإجابة؟ قلناها قبل كده اللي هي investigate. investigate يعني ببص بشوف ايه ماذا يحدث في الشارع. ماشي؟ ايه بقى نقول على طول؟ when I hear the noise لما سمعت عندما سمعت صوت in the street في الشارع. I opened the window فتحت الشباك and looked out ونظرت to a investigate لحقق في الموضوع أو في اللي بيحدث في الشارع. نيجي للجملة رقم 10. The police are still hunting. طب بعتذر على العطل. احنا في رقم 10. The police are still hunting لازال يصطاد او يقبض على some a. يعني بوليس هيقبض على مين؟ الإجابة ايه؟ هي سمعه convict مش كده؟ some convicts. convicts اللي هما المدانين المذنبين يعني who have escaped لما هربوا from prison من السجن. من ايه؟ من السجن. لو صوتي واطي معلش. نيجي رقم 11. I never trust those chats. ما بثقش فيهم في المخدرين. The word chats here is a noun. Is I never trust those chats. يبعتولي هنقول عليه اسم. ماشي؟ المخادعين رقم 12. The referee اللي هو الحكم. Referee is whistle اللي هو صفارة الحكم. صفارة الحكم حكم المباراة. انت عارفين طبعا الماتش بتاع مثلا زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي. ففي حكم مش كده؟ يبقى ريفري بنسميه الحكم حكم المباراه. لما اقول صفرت الحكم هتعمل ايه؟ لما الماتش بيخلص بيحصل ايه؟ بيذيع او يعلن. هاي يبقى الاجابه ايوه announced اللي هو ايه؟ اذاع the end of the match نهايه الماتش. نيجي للجمل اللي بعديها. احنا ماشيين خطوة خطوة كده ماشي. و
بحاول بقدر الإمكان إن أنا أسهل لكم جمل، ماشي يا جماعة؟ وبالذات في ناس معلش مستوى ضعيف شوية فهنمشي مع الضعيف والقوي. طب رقم 13، if you seek trusted information، لو تطلب معلومات موثوق فيها، and serious reports وتقارير خطيرة، then you can read a عرفتوا؟ ها؟ اللي هي الصحيفة زي الأهرام والأخبار والجمهورية اللي هي بنسميها برود شيت. برافو. يبقى برود شيت هي صحيفة ماشي بتتطلب trusted information، معلومات صادقة. يبقى عندي trusted information على طول، يبقى على طول برود شيت. نيجي رقم 14، رقم 14 large journalism، احنا خدناها قبل كده قلناها ايه فاكرين؟ ها citizen journalism اللي هي صحيفة المواطن، يبقى على طول اقول citizen، citizen مواطن مش كده؟ يبقى citizen journalism is least professional but more rich. رقم 15، رقم 15، زمان الرجل not your dog frightened his children، الدوج الكلب اللي هو أرعب أولاده. How can you defend yourself؟ كيف أنت تدافع عن نفسك؟ طبعا طول أنت هيقول الرجل الذي أزعم إن الكلب، مصريين كده يبقى نقول إجابة إيه؟ climbs، يعني إيه؟ يبقى this man، هذا الرجل climbs، أزعم إن your dog كلبك frightens his children، أرعب أطفال أو خوف أطفال أولاده. الجملة رقم 16 اللي هي 16، he was، هو كان ايه؟ of stealing money، السيركت النقود، stealing money، السيركت النقود. سوري، كان ايه السيركت النقود؟ he was، الجمل رقم 16، he was هيبقى convicted، مدان مش كده؟ يبقى convicted يعني مدان، يبقى he was convicted of stealing money، وسرقة النقود from the mall، من المول. الجملة رقم 17، there were، هناك كان، two اثنين in the accident، في الحادثة خدناها قبل كده اللي هي اثنين من المتوفين، مش كده؟ فاكرين كلمة متوفين اللي هو ايه؟ casualties. الإجابة في بي ليه casualties، يبقى there were، هناك كانوا، two casualties، اثنين من حالات الوفاة، in the accident، في الحادثة. الجملة رقم 18 اللي هي 18، what do you think، ماذا تعتقد، can a mother أم for lose، لأجل خسارة of her child، خسارة ابنها، nothing، لا شيء. طبعا كلنا عارفين اللي هي كلمة، لما أول لما تلاقي mother إيه اللي هيعوض الأم من خسارة طفلها، يبقى كلمة يعوض يعني إيه؟ أيوة، ها compensate. طيب يبقى كلمة compensate يعني يعوض،
طب والأم لما تخسر طفلها ماشي، أو طفلها يحصل له حاجة مفيش حاجة بتعوضها عن طفلها، يبقى هنقول what do you think can compensate the mother، اللي يعوض الأم. يبقى كلمة mother الأم، أول لما تلاقيها على طول يبقى قول يعوض الأم، يبقى compensate يعوض a mother for the loss، لأجل خسارة of her child. Nothing، كل شيء. إيه الجملة رقم 19؟ 19 this drunk، هذا العقار، هذا العقار. يبقى كلمة هنا كلمة drugs يعني عقار. إيه aren't allowed، لا يسمح to take part، ليشارك in the audience. المخادعين اللي بياخدوا عقار غير مسموح ليهم انهم يشاركوا في الالعاب الاولمبيه. يبقى اول لما اقول كلمه دراك هتقول اقول تشيس، اللي هو رقم سي تشيس، اللي هم اللي بيخدعوا وياخدوا عقار ماشي علشان يزود من سرعتهم او جسمانيا الحيويه بتاعت جسمهم ماشي، او بيخليهم اكثر نشاطا. يبقى نقول الدراج اللي هو العقار بيخلي اكثر نشاطا للاعب، وبالتالي غير مسموح ان اللاعب ياخد عقار. يبقى نقول المخادعين، يبقى نقول ذوس دراج تشيتس، اللي هي الإجابة في سي. طيب ندخل على الجملة الرقم 20. طبعا أنا منزل 50 جملة ماشي، فهياخد وقت شوية، بس طبعا مهمين وشاملين على الوحدة الأولى كلها تقريبا، فهناخد وقت مع بعض شوية. الجملة رقم 20 I can't eat nuts، لا أستطيع أن أكل البندق. This diamond healthy test، ان واحد يقول لك اي عم انت سنك عامله زي ايه الدايموند، ان انت تقدر تاكل الفول السوداني او نوتس. The word diamond here is a، ها الإجابة adjective صفر، الإجابة adjective صفر. طيب الجملة رقم 21 a not a او ان، يعني لما اقول مثلا a يبقى الكلمة اللي بعديها ما فيهاش حرف فاول متحرك، ان الكلمة اللي بعديها في حرف فاول متحرك. فنكمل الجملة، بتقول رقم 21 a او ان not is supposed to have the skill and experience that help them make sure if someone is guilty or incorrect. يعني بنقول حد عند مذنب يعني ماشي، مين اللي بيحقق؟ ايوه المحقق. يبقى نقول ها الاجابه ايه، ها الاجابه دي اللي هي ايه investigator. يبقى an investigator محقق is supposed، بيخمن to have the skill، يكون عنده كفاءة أو قدرة and experience خبرة that help them، يساعدهم make sure ليتأكدوا if someone is guilty. طب أنا بشوف جملة كبيرة اهي، أنا بدور على كلمة guilty اللي هو جالتي اللي هو المذنب، يبقى المحقق دايما بيحقق في المذنب. طيب 22 اللي هي الجملة رقم 22 the knot of the old bridge، ها old bridge يعني ايه old bridge؟ يعني كوبري، ها قديم. انت عرفت الاجابة اعتقد، كوبري قديم
يبقى اقول بقايا او دمار الكوبري القديم، يبقى البقايا بتاع الكوبري القديم مش كده؟ يبقى الإجابة ريونز مش كده؟ نكمل بقية الجملة. ها أقول كان ستيل لازال بيسين يرى أندر ووتر تحت المية، يعني كان في كوبري قديم والبقايا بتاعته موجودة تحت المية، يبقى أقول الإجابة ريونز اللي هو الإجابة في بي. نيجي ناخد الجملة رقم 23. بتقول following تتبع نوع الدايت. أول لما تلاقي كلمة دايت يعني نوع دايت، يعني أنا بعمل توازن في الجسم، فلو تخين بعمل دايت اللي هو رجيم مش كده ولا إيه؟ طب إحنا قلنا كلمة رجيم، رجيم اللي هو بعمل دايت مش كده، يبقى بعمل توازن في الجسم، يبقى اقول بالانس، يبقى في يبقى كلمه بالانس مش كده. ها اللي جابها في ايه بالانس، يبقى اقول فولوينج تتبع اي بالانس اللي هو التوازن دايت. خلاص الجمله اتعرفت، خلاص مش لازم اكمل بقى، خلاص مش يقول ايه. طيب هنكمل فولوينج بالانس دايت is necessary ضروري to keep yourself healthy، بتخليك بصحة كويسة. الجملة رقم 24 his love حبه for his team لأجل فريقه not his opinion كان ايه؟ كان منحاز دي متحيز دي مش كده؟ يعني حب لفريقه يتحيز لرأيه، يعني لو في حد كان له رأي ماشي، فالراجل اللعيب داول كان بيحب الفريق فتحيز لرأي الآخر مش كده ولا ايه؟ زي ما كل كده انا في نادي مثلا وكنت متحيز لزميلي في النادي، طيب يبقى أقول his love حبه for his team لأجل فريقه basis his opinion كان في تحيز في رأيه. الجملة رقم 25 اللي هي 25 the not of important information إيه لأجل المعلومات المهمة from the report من التقرير، من ايه التقرير misleads كان ايه misleads the decision making process decision القرار و making صناعة القرار، يبقى نقول the omission اللي هو الحذف of the important information يعني يحذف المعلومات المهمة from the report من التقرير بيكون ايه مثل يعني تضليل مش كده ولا ايه؟ يبقى حذف المعلومات المهمة يبقى اقول اللي هي الإجابة سي omission the omission الحذف of important information المعلومات المهمة from the report من التقرير بيحصل ايه؟ بنقول عليه misled تضليل بقى، بيضلل ايه بقى؟ the decision making process عملية صناعة القرار. هنيجي الجملة رقم 26. كلنا عارفين كلمة opinion يعني رأي بتساوي ايه point of view مش كده؟ فأنا هبص هنا على كلمة، بص في الجملة opinion رأي اهي شايفينها؟ ها يبقى الإجابة بتساوي ايه point of view، الإجابة دي مش كده؟ من غير ما أقرا الجملة بصوا سهلة أقول your point of view، your point of view رأيك is your opinion هو يكون رأي or what you think ماذا تفكر أو تفكر، سهل جدا ومفيش أي حاجة. هنحاول في الجمل اللي جاية هنلخص برضو أوي 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 عشان إيه الحصة تكون لذيذة برضو ومتكونش ها
مضايقك. طب نيجي للجملة رقم كام؟ أيوة رقم 27 27. معلش أنا هطول عليكم شوية، بس إحنا بنحاول بقدر الإمكان ناخد الجمل اللي هي بتيجي على الوحدة كلها، وتقريبا ممكن very important، مهمة جدا. أن honest، أن honest الصادق writer اللي هو الكاتب الصادق، never includes لا يتضمن أبدا إيه؟ ها not information، معلومات ها غير دقيقة، مش كده؟ يبقى نقول عليها الإجابة ها in accurate، يبقى كلمة in accurate اللي هي معلومات غير دقيقة، يبقى in accurate information، معلومات غير دقيقة in their writings في كتابته. يعني دايما الكاتب الصادق الأمين دايما بيعمل بيكتب معلومات دقيقة، مش كده؟ لكن مش ممكن ينزل معلومات غير دقيقة. فكلمة never يعني أبدا أو لا include يتضمن، لا يتضمن ها incorrect information معلومات غير دقيقة. الجملة رقم 28 ماشي. Sometimes أحيانا it is useful من المفيد for a journalist الأجنبي الصحفي to be فاكرين ها الصحفي دايما بيكون متطفل، يبقى نوزي، يبقى الإجابة إيه؟ نوزي. نوزي يعني متطفل، يعني متطفل يعني بيحاول بقدر الإمكان، إن الصحفي بيحاول بقدر الإمكان يجيب يحصل على معلومات عشان ينزلها في الجريدة ويشتهر بيها، وبالتالي بيكون متطفل بيحاول يشوف معلومات سرية من تحت لتحت. He or she needs his quality بيحتاج لجودة to get information ليحصل على المعلومات to be used in their writings ليستخدمها في الكتاب. الجملة رقم 29 she was waiting بتنتظر with not for her exam result. يعني لما بيمتحن شخص بيمتحن الإجابة عرفتوها؟ ها باتت بريس اللي هو بمفاز الصبر أو بمفاز الصبر، مش كده؟ بينتظر النتيجة بفارغ الصبر، يبقى باتت بريس الإجابة في دي. جملة رقم 30 ثري بتقول the internet الانترنت has made book book. انتوا عرفتوا الإجابة أكيد طبعا. الانترنت يبقى في بريسي اللي هم مين؟ القرصنة. أول ما تلاقي انترنت يبقى بريسي، ليه بقى؟ إزيل سهل بسهولة أسهل يعني زوس سيكس. بس كلمة سيكس يعني سيكس، مين اللي سوس هنا؟ السيكس اللي هم بريسي، مش كده؟ قرصنة. يبقى the six volit copyright and publish others books، مش بيسرقوا حقوق الملكية وينشروا كتب الآخر. وبالتالي هنا عرفنا الإجابة من كلمة six ها يبقى بريسي. الإجابة إيه؟ بريسي اللي هو قرصنة. قرصنة مين؟ الإنترنت. الجملة رقم 31 31 giving children لما تدي الأطفال too much money فلوس كتيرة أو أكتر بيحصل إيه؟ ها usually not them بيحصل لهم إيه؟ spoils افسد. يبقى الإجابة B spoils. لما ادي الاطفال او اولادي فلوس كتير بيحصل لهم فساد او بفسدهم، يبقى spoils بفسد. الاجابه دي spoils. الجمله رقم 32 اللي هي 32 when someone عندما شخص ما
doesn't want لا يريد to tell the truth يخبر الحقيقة they usually put a انت عرفت الإجابة بيضعوا إقناع يبقى spin بيضعوا إيه إقناع مش تاني الإجابة الجملة بنقولها تاني when someone doesn't want عندما شخص ما لا يريد to tell the truth يعني يخبر الحقيقة بيحاول يقنعك بالإيه بالشيء التاني عشان يخدعك ماشي زي كده الطفل يعني مثلا لو كسر حاجة بيحاول ان هو يقنعك ان مش هو اللي كسر مش كده فبيعمل ايه بيعمل سبين بيعمل سبين اقناع ده انا يا بابا كنت نايم عشان كده انا ما عملتش ما كسرتش دي انا كنت في مش عارف في الحمام فيمكن اختي بيحب يعمل هنا كلمة spin اقناع عشان يتوه الشخص ان هو ما عملش شيء يبقى زي usual هما يكونوا بوت spin. طيب يبقى الجملة رقم 33 اللي هي سيري 3 the death كلمة death يعني موت مش كده of the young man الرجل الصغير has not us all حصل ايه بقى يعني لما يكون واحد سنه صغير ويتوفى بيحصل ها صدمه مش كده تشوك يبقى تشوك يعني صدمه طيب كده هناخد الجزء الثاني ماشي بعد فتره ناخد بريك وبعدين نكمل ان شاء الله وأشوفكم بعد فترة يلا سلام دلوقتي نكمل إن شاء الله كده الجملة رقم 34 اللي هي 34 Never build your opinion ما تبنيش أبدا رأيك on the mostly not social media news على أخبار اللي هو السوشيال ميديا انتوا عارفين الاجابه ها ايوه misleading اللي هو تضليل يبقى اول ما تلاقي السوشيال ميديا يبقى في تضليل سوشيال ميديا خلاص كده يبقى نقول اول ما تلاقي السوشيال ميديا يبقى ايه تضليل اللي هي misleading الاجابه في دي الجمله رقم 35 اللي هو 35 بتقول The not of this place, sorry, the not of this place of news, قطع من الأخبار, on the first date, على أول صفحة, shows, بتعرف, it is of top importance, طيب أهمية بتاعتها. إيه بقى اللي جاب على طول؟ placement اللي هو بنقول عليها يوضع في مكان. يعني لو حطينا قطعة أو أرتكل في أول صفحة من الجريدة بتكون ذو أهمية قصر مش كده ليه؟ يعني بيحطوا دايما أخبار مهمة جدا في أول صفحة من الجريدة يبقى يقول the placement اللي هو وضع of the place of this place لهذه القطعة of news الخبر ماشي on the first page في أول صفحة shows it is of top importance ذو أهمية قصوى أو أهم حاجة الجملة رقم 36 the road الطريق أول ما تلاقي كلمة طريق عرفنا إن هي ممكن تكون حادثة مش كده حادثة على الطريق يعني the road is locked مغلق طب أنت ماشية بالعربية أو أنت ماشي بالعربية ولقيت الطريق مغلق هتيجي في بالك ايه ان في حادثة مش كده يبقى due to an incident كلمة incident يعني حادثة incident يعني حادثة رقم الجم رقم 37 اللي هو 37 this
هو سيك نيوز اباوت سيت بيلتس. ها توقف على كلمة سيت بيلتس. أول ما تلاقي كلمة سيت بيلتس اللي هم ذو شهرة، عرفتوا عرفناها. الناس اللي بتبقى عايزة شهرة بتعمل على طول الأخبار في التابلت، مش التابلت تابلت سوري مش تابلت ماشي، يبقى على طول بتنزل الأخبار في التابلت. تابلت اللي هي بنسميها الصحيفة الصفراء. صحيح احنا اتكلمنا عن الصحيفة الصفراء وقلنا ايه الصحيفة الصفراء. هي عبارة عن صحيفة بتتكلم على مجتمع معين ذو شهرة، واحد عايز يشتهر في مكان فبينزل أخبار على الصحيفة دي، ودي بتكون داخلية، صحيفة داخلية غير الأخبار والأهرام والجمهورية، لأن الأخبار والأهرام والجمهورية بتبنى معلومات على trusted information، معلومات موثوق فيها. لكن لو في ناس مشهورين بينزلوا أخبار على الصحيفة دي عشان يزدادوا شهرة، فبنقول those who seek news about celebrities and excitement usually read a tabloid. خلاص. طيب نيجي نكمل الجملة رقم 38. بتقول اللي هي سيري ايت، بتقول a team فريق of searchers اللي هو researchers الباحثين، يعني فريق من الباحثين a team of researchers فريق من الباحثين are not the accused in the suburb of the street الشارع street children فمنهم. كلنا عارفين طبعا الإجابة. أول ما تلاقي researchers نقول باحثين لاستطلاع رأي، أما هينزلوا الشوارع ويتكلموا على الأطفال فبياخدوا استطلاع رأي. كلمة استطلاع رأي هنا بمعنى سيرفينج. يبقى الإجابة سيرفينج اللي هو بحث استطلاع رأي. و تيم هنقول الجملة تاني تيم أوف ريسيرشرز فريق من الباحثين أر سيرفينج يعملوا تقرير ذكيوز أسباب أوف ستريت تشيلدرن في منه اللي هم أطفال شوية. الجملة رقم 39 هي سفر يعاني from سفر يعاني من وطئة الحياة، مش كده؟ يبقى سفر يعاني، أول ما تلاقي كلمة سفر يبقى على طول ستريس، يبقى هي سفر from ستريس بيعاني من وطئة الحياة as a result of a continuous hard work مثل النتيجة للعمل الشاق أو استمرار العمل الشاق. تمام نكمل. بسم الله. احنا اتكلمنا على الجملة رقم 39 وقلناها خلاص اللي هي وطئة الحياة ستريس ويعاني من وطئة الحياة، اول ما تلاقي كلمة سفر يبقى على طول اقول ستريس. رقم 40 الجملة رقم 40 اللي هي فوري send the report ارسل التقرير to مستر محمد to restate لإعادة صياغته. يبقى التقرير أول ما تلاقي كلمة ريبورت على طول أقول ريستيت يعني إعادة صياغة، ماشي؟ to restate it in a formal language في لغة عامة. طيب يبقى على طول الإجابة على طول restate اللي في بي، وقلنا restate الأول ما تلاقي كلمة ريبورت. طيب الجملة رقم 41 It is the not of a teacher مدرس to make sure يتأكد that their student achieve
بينجزوا the learning objectives. هنا بنقول مسؤولية المدرس إن هو يتأكد، مش كده؟ يبقى أقول it is the responsibility، مسؤولية، يبقى كلمة responsibility اللي جابها في إيه؟ responsibility، يبقى it is the it is the responsibility، مسؤولية of a teacher، المدرس، to make sure يتأكد that their students اللي هما الطلاب بتوعه achieve ينجزوا the learning objectives اللي هي المواد المتعلمة. هنيجي نتكلم على الجملة رقم 42 اللي هي 42. I don't find your opinion objects. I don't find your opinion object. The word objective here is a عرفت الإجابة بالضبط كده adjective بتبقى صفر، يبقى adjective بتبقى صفر. الجملة رقم 34 43 سوري اللي هي 43. The new training of my mobile، كلمة training اللي هي رينجينج يعني يدق الموبايل، درايفز مي بيوصلني ميد للجنون، اي ويل سويتش ات اوف، سوف اغلق. يعني الكلام ده لما اكون انا مش عايز ارد على موبايل، مش عايز ارد على رقم معين، يقعد يرن، يبقى في حاجه اسمها ايه؟ ها استمراريه في الرن، مش كده؟ يعني رن مستمر، مش كده؟ كلمة رن مستمر يعني كونسنانت، كونسنانت. ايه بقول ذا كونسنانت اللي جابها في ايه؟ ذا كونسنانت رينينج اوف ماي موبايل درايفز مي ميد، يوصلني الجنون، اي ويل سويتش ات. طيب هنيجي لاخر جمل اللي هي جملة رقم 43 بتقول إذا نعت قلناها خلاص رينج اوف موبايل خدناها خلاص. جملة رقم 44 كلنا عارفين الجملة بتقول I don't like it، ما بحبش هذا. When someone interrupts يعني يتدخل، يعني interferes with my private اللي هي ايه؟ الحاجات الشؤون الداخلية بتاعتي. private يبقى عارف الإجابة ايه؟ ها؟ عرفتوها؟ affairs، مش كده؟ كلمة affairs يعني شؤوني الداخلية، private affairs شؤوني ايه؟ الداخلية. تمام؟ يبقى اقول تاني الجملة I don't like، ما بحبش when someone، عندما شخص ما interferes يتدخل with my private affairs، يتدخل في شؤوني الداخلية. الجملة رقم 45 not I got the full mark، جبت الدرجة النهائية in such a difficult exam، في امتحان صعب، أو بفضل الله أنا حصلت على الدرجة النهائية. كلمة بفضل الله ليه؟ thankfully ليه؟ فن بفضل الله، يبقى أقول thankfully I got the full mark in such a difficult exam. هنيجي للجملة رقم 46 اللي هي 46. The couple، كلنا عارفين كلمة couple يعني ايه؟ single اللي هو مفرد، وcouple اللي هو زوج.
يقابل اللي نسميهم الزوجين، اللي هو الزوج والزوجة يعني. The couple. يا ابني. تمام؟ كلنا عارفين كلمة قابل يعني زوجين، يعني زوج وزوجة. لما ادخل فندق مثلا احجز مثلا اقول يقول لي سنجل ولا كابل، يعني كابل يعني متزوجين، اتنين متزوجين. طب ذا كابل بلان خطتهم تو سبند، يقضوا زير نقط هاني مون شهر العسل ان ذا مالديف. قعدوا منتظرين فترة كبيرة علشان يقضوا شهر عسل في جزر المالديف، يبقى نسميها لونج اويت. لونج ايه؟ اويتد، يبقى الإجابة في دي. يبقى أقول ذا كابل بلين خطة الزوجين تو سبند، ليقضوا زير لونج اويتد هاني مون شهر عسل المنتظر بفارغ الصبر ان ذا مالديف، في جزر المالديف. الجملة رقم 47 اللي هي 47. I don't think، لا أعتقد، a two year، a two year، عايز أقول قاعدة هنا. a two year two years يبقى عملنا جمع، اقول 2 years. لو جت ما اقولش years، اقول 2 year. طيب I don't think a 2 year is enough كافي for a surgeon، لاجل الجراح. كلنا عارفين اني لو واحد دخل كلية طب عفوا دخل كلية الطب بيأدي سنة أو سنتين زيادة، فبنسميهم تدريب مهني أو متدرب يعني على المهنة. فالإجابة هي في سي apprenticeship اللي هو متدرب مهني. فنقول الجملة كلها I don't think، لا أعتقد، a two year apprenticeship is enough كافي for a surgeon، أجل جراح، اللي هو طبيب جراحي. طيب الجملة رقم 28، سوري 48، اعذريني ابني كل شوية يدخل عليا ويطلع، يعني دوخني شوية. طيب الجملة رقم 48 اللي هي 48. The admin، تخيلوا بقى لما أكون داخل في جروب وكان عندي اختلاف رأي، فالأدمن هيعمل ايه؟ يعمل بلوك ليه؟ عشان اختلاف في رأي. فأنا بيقول the admin not me، يبقى أقول blocked me، أفلي البروفايل بتاعي على الجروب. only فقط because I have a different opinion، لأن عندي رأي آخر. طيب نيجي الجملة رقم 49 اللي هي 49. بيبو، عارفين كلنا بيبو خطيب مشهور مش كده؟ فعرفنا خلاص الإجابة سيبرتي، يبقى بيبو is a football team سيبرتي، يعني مشهور، لاعب كرة قدم مشهور. آخر جملة اللي هي جملة رقم 50 50. He has a good job، عنده وظيفة جيدة. This means هذا يعني he is a، يلا شاطرين، ها عنده كفاءة يعني في الاندبندنت. he has his own income، يعني بيملك الدخل بتاعه
الأساسي. كلمة income الدخل، يبقى أقول إجابة financial اللي هو رأس مالي يعني. طول ما هو جيد في العمل، طول ما يكون دخله حلو يعني، مش كده؟ يبقى نقول الجملة تاني، he has a good job، ماشي، this means he is financially independent. He has his own income. بكده احنا نكون خلصنا 50 جملة مهمين جدا. متهيألي أكون قدرت وفيت معاكم. طبعا كل أسبوع إن شاء الله هنزل واحدة أهم فوكابلاري وأهم جمل ونتدرب عليهم مع بعض. وياريت لو عجبت الفيديو ياريت شاركوني الكومنت الرأي، ولو في أي حاجة عايزينها تحت أمركم، ولو عايزين فضلا تشتركوا في قناتي أهلا وسهلا. وإن شاء الله كلكم متفوقين، ونشوفكم أساس الجامعة، وأشوفكم في أحلى الظروف وفرحة ما بعدها فرحة في الثانوية العامة. ده جزء من مساهمتي ليكم، بحيث ان انتم ما تحتاجوش لاي حاجة. ان شاء الله اكون اوفيت بجزء من اللي انتم عايزينه. واشكركم. معكم مستر نور، مدرس لغة انجليزية ومترجم فوري. ولكم اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله مع التحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله.